يا رفاقي في الصيد، نحن أصبحنا جاهزين، سوف نفتتح موسم الصيد مبكرا في هذه السنة قبل أن تتفتح أزهار الربيع لتحاكي الشمس. وقبل فطم الصغار عن حليبهم، اعلموا أن موسم الدم قد جاء، وسوف يحفر غضب علشار تحت ظل راية السلطان وعلى الأحجار والتراب، وسيحفر حتى تحت الماء المتدفق. فليعلموا أنني سأحرق روح وجسد كل من يعتدي علي، ومن يسقطون في نار موقفي سوف أحول خيامهم إلى رماد. والآن جهزوا أنفسكم لكي نصنع سيول الدم. أروهم ماذا سيحل بمن يغدر بعلشار. سوف تقضون على أفراد الكائن حيث ثقفتموهم. خيرا سيدة عائشة، لماذا تنظرين إلي هكذا؟ أنظر إلى بطلي، أفرح حين أنظر إليك يا جوندوس. آه لو رأى جدك سليمان هيبتك هذه. يا نور عيني عائشة، إن كان جوندوس شجاعا يوما ما فهذا بسبب وقوفك خلفك الجبال. اعلمي هذا. وفقك الله في عملك الجديد سيدي. إن شاء الله عزيزتي، إن شاء الله. الحمد لله، لقد جهزنا عربة من البضاعة، والآن سأذهب إلى السوق ونأخذ رزقنا ونصيبنا إن شاء الله. جوندوس، لا تزل هذه من رقبتك، إنه كلام الله، هذا سوف يحميك ويسهل عليك الصعاب إن شاء الله. سلمت حبيبتي. بأمان الله وحفظه. وأنت أيضا، سأدعو لك بالخير. فليرضى الله عمن وضعه هنا ويرزقه.